بعد حمد الله الكريم الحليم والصلاة والسلام على أنبيائه المرسلين وعلى محمد الصادق الأمين. للمرأة دور في حكاياتنا ولها أهمية ودور في زمن الهجرات. فالأميرة المهاجرة فاطمة بنت مظلوم الملقبة بذات الهمة احتلت سيرتها مكانة بارزة في الوجدان العربي، وهذا ما جعل من أميرة عربية فلسطينية أسطورة للهجرة والتصميم على النجاح. وهي تبين لنا إضافة إلى دور المرأة في التاريخ العربي فصلا من فصول الهجرة ومآلاتها. قال الراوي: يا سادة يا كرام، سكنت قبيلة بني كلاب العربية أراضي فلسطين في بداية عصر الدولة الأموية قادمة من الجزيرة العربية، فقد رزق أمير القبيلة الصحصاح بولدين تحقيقا لحلم رآه، وأن الابن الأكبر سوف يوقع الظلم على أخيه الأصغر، فلما ولد الولدان سمي الأكبر ظالم والآخر مظلوم، فطغى الأخ الأكبر ظالم على أخيه الأصغر مظلوم، وحكمت القبيلة بينهم بتقاسم الزعامة، والخلافة تكون للأولاد دون ملامة. وقد ولد لظالم ولدا سماه الحارث، وأحس ظالم بالفخر، لكنه زاد قهر لأنه لم يعرف ما ولد لأخيه مظلوم، حيث كانت المولودة بنت دعاها فاطمة فأرسلها للحجاز لتربيها حاضنتها الرباب مع ابنها مرزوق. وسرعان ما كبرت فاطمة الناظرة وظهرت عليها إمارات الشجاعة والقوة النادرة، ولقبت بذات الهمة القاهرة، وتكشفت لها الحقيقة الأليمة من ظلم عمها ظالم الذي استأثر بحكم القبيلة وحرمها من الحكم واستلام الزمام، لأنها فتاة فتنهي منه الانتقام دون احترام. وخلال ذلك غزا مضاربها الأعداء اللئام، وتشرد الأهل الكرام وخافت أن تقع بالأسر، ففرت إلى الصحراء وجمعت جيشا من الرجال الفارين الأشداء، قادتهم وأغارت بهم على القبائل التي هاجمت ديارهم فاستعادتها باقتدار، وعادت إليهم بعد أن ذاع اسمها في الأمصار، واشتهرت بمهارتها وقوة رأيها ودهائها في القتال حتى سميت بالداهية. قال الراوي: يا سادة يا كرام، كان ابن عمها الحارث من ظالم قد وقع بحبها وهو حالم بالزواج منها وهي ابنة الأكارم، وحاولت الرفض الناعم، فتقاليد القبيلة تجبرها على الزواج من ابن عمها دون إحراج، فأخذت النية على الانتقام من عمها ظالم وابنه الحارث عن طريق زواجها وقربها منهم مما يسهل انتقامها، وتم الزواج ووضعت طفلا ذا بشرة سمراء أسمته عبد الوهاب، حاولت إجهاضه بكبرياء لكنها استسلمت لأمومتها وأرسلته للصحراء خوفا من زوجها الحارث الذي ظل يثير الدسائس حول ذات الهمة، ويطالب برؤية عبد الوهاب الذي كبر وصار معين ورفيق والدته المهاب ومعينها، وعلمته فنون القتال وتحدي الصعاب. في تلك الأيام كانت الخلافة بني عباس تقوى وتشتد، وأرسل إليه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يطلب سماع رأيها بأمر الروم أعداء الدولة. لبت فاطمة طلب الخليفة وهي تنوي مفاتحته في اقتحام جبهة الروم ومباغتتهم، فقد تعلمت من جدها الصحصاح أن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. تحرك ذات الهمة مع عشيرتها من بلاد فلسطين نحو العراق دفع زوجها الحارث أن لا يتركها ترحل دون أن يسيء إليها، فقد أطلق شائعات تطعن في شرفها حيث أشاع أن الولد ليس ولده، واستند إلى ذلك أن الطفل زنجي أسود في الوقت الذي هو أبيض وأمه بيضاء. لكن فاطمة أو ذات الهمة لم ترد، وأخفت هذا سر حتى تدفع عن نفسها التهمة. ولما اجتمعت بالخليفة في قصره وجاءتها أخبار تحرك جيوش الروم ومهاجمة أراضي العرب، كانت فاطمة مدججة بسلاحها ومستعدة، أقنعت الخليفة بضرورة فتح جبهة للقتال بالشام، فأصدر الخليفة أمره للأمير عبد الله بأمارة الجيوش أن يتجه للجبهة الشامية على أن تكون فاطمة ذات الهمة
ساعده الأيمن بالمعركة، وكانت هذه هجرتها الثالثة إلى منطقة الثغور في شمال بلاد الشام. فنجحت ذات الهمة في تحسين العلاقة بين قبائل العرب، وتمكنت من توحيد الصفوف، وتزعمت قبيلتها في منطقة الثغور، واستعدت للقضاء على العدو الخارجي الذي كان يهدد حدود الدولة العربية. فحشدت ذات الهمة الرجال للقتال، وتفقدت الجند وحفزتهم بأخذ مشورتهم في التخطيط ومراقبة تحركات العدو والقتال في الصف الأول، وانتقلت من نصر إلى نصر. وهذه الانتصارات وصلت للخليفة، وكلها تحمل أخبار بسالة ذات الهمة وعبقريتها الحربية، حتى كان النصر المبين بفتح ملاطية. ورجع الأمير عبد الله لمقر الخلافة، وترك الأمير ذات الهمة على رأس الجند بملاطية، واستغلالا للهدنة في متابعة أحوال العدو ومراقبة تحركاتهم والتخطيط للحلم الأكبر، فتح القسطنطينية. قال الراوي: يا سادة يا كرام، قام زوجها وابن عمها الحارث بكل الحيل والدسائس ليصل إليها دون حارس، من خلال مرزوق ابن الرباب وصيف ذات الهمة الحباب، وأخيها من الرضاعة وصاحب أسرارها وحارسها المؤتمن على طعامها وشرابها. أخذ الحارث يبث شكواه لمرزوق أن يساعد قلبه المحروق ليصل لزوجته وابنه بكل شوق، فلان قلب مرزوق، فأعطاه الحارث سائل مخدر، نقطة منه تخدر، شاربها لليلة كاملة حتى الصباح يدبر. وبغفلة من عقل مرزوق تسلم الزجاجة من الحارس، ووضع قطرات من السائل في شراب الأميرة المفضل، فما أن تناولته حتى خارت قواها، فحملها إلى فراشها وآواها. وأدرك مرزوق قصة فعله، فهرب من البلد من ضحاها. ولما وصل الحارث لغرفة الأميرة النائمة، استل سيفه وضربها فأدماها، فشاهد دماءها تسيل، فخاف من عقباها ولاذ بالفرار هذا الغدار. ولما كان الصباح ولم تفق الأميرة، دخلت وصيفتها الرباب إلى مخدعها لتنظر ما بها، فهالها ما وجدت من الدماء، فأطلقت صراخها، فأفاقت ذات الهمة ووجدت أن الحارث جرحها بالسيف. فر الحارث إلى الحجاز لعند أبيه ظالم، وما إن أخبره بما فعل ثارت سائرته، وتوعده بالويل الذي تتحمله إليهم ذات الهمة التي لن تترك ثأرا لها. وحاول الحارث أن يدافع عن موقفه بأنه زوجها وهي تركته، فلجأوا إلى عبد الله أمير جيوش بغداد ليعلموه بما كان، ليتدخل لإيقاع في الحرب التي ستقع بين الأخوة. ولتطيب الأجواء أرسل طبيبه الخاص ليطمئن عليها. ظلت الأميرة ذات الهمة طريحة الفراش لأشهر، ولا ترضى أن يراها طبيب، حتى طبيب الأمير. وكانت وصيفتها الرباب تدرك ما ألم بالأميرة من ألم النفس بالتخلف عن صفوف القتال كل هذه المدة، والحرب مستعرة على جبهة الشام. لكن ما كان يريحها تقدم جيوشها، وابنها الأمير عبد الوهاب تبرز موهبته بالفروسية والقتال. قال الراوي: يا سادة يا كرام، تعافت ذات الهمة من جراحها، وعادت لتشرف على التدريبات بكامل قواها. وانضم إليهم شاب آخر اسمه البطال، من رجال بلاد الشام الأبطال، داهية بكل الأفعال، فقد شاهد الروم وهو طفل يذبحون والده بأشنع فعل، فحقد عليهم وتعلم لغتهم وأتقن التنكر بزيهم وحفظ عاداتهم، فكان أميراً للدهاء بإبداع. مهمته إحضار الأسرى من الروم بالخداع، فأحضر الذين اخترعوا النار المحرقة النار اليونانية، وتعلم أسرارها المخفية، فقد أضحى البطال مرعباً لهم، ولم يترك أسرى من العرب إلا وتسلل لسجنهم وحررهم. وعلق الروم صورته بالميادين ليسهل التعرف عليه بشكل أمين، خوفا من هجوم وكمين. ومع ذلك دبر خدعة ماكرة لأحد البطارقة المزهوين بأسره عدد من الرجال العرب المهمين. هاجمهم البطال وأسر البطريق وقتل جند الروم، ثم تنكر مع جنده بثيابهم، وتنكر ذات الهمة وجندها بثياب الأسرى، ودخلوا القسطنطينية باستقبال حافل من أهلها للبطريق وأسراه العرب. وإذا بالأسرى يتحولون لجند مقاتلين، يحملون سلاحهم متماسكين، ويقضون على ما بقي من حامية المدينة المحتلين. وخلال تولي الأميرة ذات الهمة قيادة المعركة، أصيبت وجرحت ونقلت لخيمتها دون حركة.
واستلم الأمير عبد الوهاب الراية وأكمل الجهاد ونالته البركة، لكن الأمر المحزن أتى بخبر وفاتها، فزاده إصرار على النصر فأعاد القسطنطينية. وبعد النصر زار قبر أم المجاهدين الأميرة ذات الهمة وقرأ الفاتحة لروحها. قال الراوي: يا سادة الكرام، نستدل من هذه السيرة الشعبية على المكانة القيادية للمرأة العربية واستقلاليتها وقدرتها على تحمل الهجرات وتكيفها مع المجتمعات الجديدة في زمن الهجرات. والسلام عليكم، وعمر المشاهدين يطول.